عسلامة، مرحبا بكم في كوجينة هنداتي بمناسبة حلول السنة الميلادية 2021. لنا اليوم باش نحضر خبز الجاتو أركونسيل. خبز الجاتو باش نحضرها نحضروا لها جينواز ونحضروا لها الكريمة ونحضروا لها الباتا سيكر. بالنسبة للكريمة مانيش باش نصورها خاطر الكريمة البارح حضرتها وصورتها وهبطتها موجودة في قناتي سور يوتيوب، تو نخلي لكم الرابط في صندوق الوصف. هذه هي الكريمة اللي حضرتها، هذه الكريم ديبلومات. وبالنسبة للباتا سوكر زادا مانيش باش نصورها على خاطر عندي في القناة موجودة الوصفة نتاع الباتا سوكر، تو نخلي لكم الرابط في صندوق الوصف. وتوا باش نحضر الجينواز. الجينواز هذوما المكونات نتاعها، 300 غرام فارينة، 8 كعبات عظم، حطيت الاصفر وحده والابيض وحده. الابيض باش نحط له قرصة ملح، عندنا ساشي خميرة نتاع جاتو، 250 غرام سكر مرحي، 60 مليلتر ماء، 160 مليلتر حليب. والجاتو باش نحضر له غناش، عندنا شوكولاتة بيضة وكريمة طازجة سائلة. والكريمه انا باش نلونها باش نحضر 7 الوان. هذوما لي بودغ اللي باش نلون بيهم الكريمه. وبالنسبه للون الاحمر انا باش نطيب الفرامبواز. هذيا فرامبواز باش نحطو في الكسرونه ونحطو مغرفه سكر وباش نطيبو. ما نحطولوش ليه الفرامبواز، نحطولو مغرفه سكر ونخليوه نص ساعة هكاكا ولا حتى 20 دقيقة، توا واحد ويسيب ماه ونحطوه يطيب على نار واطية. واللون البرتقالي أنا باش نحطلو هذيا بوجبيبة حمراء، هذيا راهي بنينة بنينة برشا وتوا موجودة، توا وقتها موجودة. نشجعوهم كلي يبيعوا فيها ناخذوا من عندهم ونحضروا بها لقاتو نتاعنا. البوجبيبة الحمراء باش نحطولها زادا مغرفة سكر وما نحطوش ماء ونخليوها حتى توا هي تسيب ماها اللي باش تطيب فيه. وهذه غلة شايحة باش نزين بها، اللون الأخضر باش نقصلو الكيوي طريفات صغار، اللون الأصفر هذه ترونش نتاع الأناناس باش نقصها زادا طريفات صغار، وهذه فوي كونفيز باش نحطو مع الفرامبواز في اللون الأحمر. خبزة الجاتو اللي باش نحضرها أنا باش نعملها مدورة، أنا باش نعملها كبيرة خاطر باش ناكلوها إن شاء الله مع العائلة، واللي يحب يعملها صغيرة ينجم. المكونات نتاع الجينواز هذيا ينجم يعملها في الكبر هذيا يقسم على 7، الجينواز تتقسم على 7 في أطبق أظراف. وبما أني أنا باش نعملها كبيرة، اللطخة اللي عندي هذوما التبايق هذيا، راني حطيت البابيي كويسون. وباش نعمل 7 طبقات، دونك الجينواز هذيا ماهيش باش تهزيني، باش نزيد بعد نعمل خلطة أخرى. وتوا باش نبدا نحضر الجينواز، باش ناخذ الخلاط، باش نحط أصفر العظم والسكر يتركضوا حتى يبيضوا. العظام تنقرض مع السكر وفي نركضو كيما توا هكايا حتى يبيض الخليط. توا هذيا تركض بالكدا. الفارينه باش نحط لها قرصه ملح، باش نحط الخميره نتاع الجاتو، نخلط. وتوا باش نحط الفارينة فوق كل العظام اللي ركضته مع السكر. نحط الماء، نحط الحليب، ونخلطهم بالركاضة. الجينواز تركضت وكي نركضوها كيما توا هكايا ركضتها حتى الخليط يبيض بكلو. توا هذيا مركوضة منيح، لكن الأبيض نتاع العظم نحطلو قرصة ملح وباش نركضو. Thank you.
الابيض العظام نحطوه يتركض. ابيض العظام يتركض وكي نركضوه كيما توا هكايا نركضوه منيح. ابيض العظام هذا توا باش نحطو فوق الجيمواز ناخذ هكا بالطريف ونخلط. وكيف نخلط؟ نخلط بالماريز ونخلط بالطريف، مش الابيض العظام يطيح في التخليط هكايا بالتدوير. نهزو هكا الباد ونلفوها على كل ابيض نتاع العظام. الوصفه نتاع جينواز هذيا راهي وصفه ناجحه، الفايده في التخليطه نتاعها كي نخلطوها من الاول بالقدا كلص نتاع العظام مع السكر حتى يبيض وبعد نزيدوا جميع المكونات، وكي الابيض نتاع العظام زاد نخدموه منيح وفي التخليطه ما يلزموش يطيح. كيما توا هكا شوفوا كاينها كريمه كشفاش ولات. توا نكمل بقيه ابيض العظام. ابيض العظام كمل خلطته والجينواز نتاعنا حضرت، وتوا هني باش نقسمها في اللو تبقى. والفور شعلته وحطيته يسخن. الجينواز قريب تحضر، طابوا اربع كعبات وكعبه هاي في الفور ومازالوا كعبتين اخرين باش نكمل نطيبهم. الجينواز طابت، حضرت سبع كعبات وتوا باش ناخذ القالب وباش نقورهم. الكعبات نتاع الجينواز انا باش نعملها مدوره بالقالب هذايا باش نقورهم، واللي يحب يعملها مربعه راهو ينجم. نجي هكايا على الحلف تاع الكعبه ونقور، نقورهم الكعبات الكل. الجينواز كملت قصيتها وكي نطيبوها كيما هكا يكون تطيبها. الفرامبواز طيبته، هذه البوجبيبة حمراء. حضرت شوية سيغو 100 غرام سكر، حطيت عليهم كيس ماء وطيبته سيغو خفيف باش نسقي بها الجينواز. الديشي متاع الجينواز كان فضلت لنا كريمة نجمو نحضروه جاتو. الباتا سكر عجنتها، الباتا سكر حطيت لها شوية بودغ بلان، انا حبيتها بيضة واذا كان ما نحبوهاش بيضة نحبوها في لون الشوكولاتة ما نحطو الهاشي. وتوا باش ناخذ الكريمه وباش نقسمها على سبعه. الكريمه قسمت على سبعه وتوا باش نبدا نحط الالوان. باش نبدا باللون الاخضر، ما نحطوش برشا، نحطو هكا بالطريف ونشوفو نخلطو وبعد كان شويه نزيدو. نحط الاصفر نحط الازرق وكل لون اللي نحطه نخلطه هكايا تخليطه نتاعو باهيه. اللون الاصفر، اللون الاصفر التخليطه نتاعو جات باهيه. توا باش نكمل اللون بقية الكريمة، هذا هي اللون الأزرق. اللون الأزرق باش نحطو شوية من الفات هذيا طعم الشوينغا. نخلط راهو طعم بنين برشا الشوينغا. توا باش نحضر اللون البنفسجي. خلط اللون البنفسجي يتخلط. توا باش نلون اللون البرتقالي. نخلط
اللون البرتقالي باش نحط له بوجبيبار حمراء، هذيا اللي طيبتها راهي فيها نكهه، فيها نكهه بنينه. وشوفوا كيفاش تطيبها، ما تكونش جيره، انا ما حطيت لهاش ماء. نحطه مغرفه نخلط اللون البرتقالي، هاني كملت خلطته. توا باش نلون اللون الاحمر، ناخذ شويه من الاحمر هكايا ونخلط اللون الاحمر. هاني خلطته، توا باش نحط له مغرفه من الفرامبواز اللي طيبته. وكي نطيبوه هكايا الفرامبواز ما يكونش جاري، ونخلط. ما عنديش الفرامبواز، نجم نحطو الباتة نتاع الفغيز، تعطينا الطعم وتعطينا اللون زادا. هاني كملت خلطتهم، هذايا الكيوي قصيتو تريفات صغار باش نحطو مع اللون الأخضر. هذاك عيبة الأناناس زادا قصيتها تريفات صغار باش نحطها مع الأصفر. وهذه الفخوي كونفي باش نحطها مع اللحمه، قصيتها زيدا جويده ونخلط. نخلط الكيوي في وسط اللون الاخضر، نخلط الاناناس في اللون الاصفر، وكريمتنا حضرت. وتوا باش نحضر المونتاج نتاع الجاتو، نحط شويه من الكريمه البيضاء، ناخذ كعبه الجينواز نحطها هكايا، نحي اكل بابي كويسون، باش نسقيها بك السيغو اللي حضرته. وبعد ما سقيتها باش نحط الكريمة الحمراء، الكريمة هذه اللي لونتها بالأحمر وحطيت لها الفرامبواز باش نحطها الكل. انا وقت اللي قسمتها الكريمة وزنتها الكل باش نحط لهم نفس الميزان. وبعد ما دهنتها بالكريمه باش ناخذ كعبه الجينواز ونحطها فوق منها، ونحي لها البابي كويسون. نستويوها هكا قد قد، وباش نسقيها بك السيغو. وبعد ما سقيتها بالسيغو توا باش نحط لها الكريمه البرتقاليه. نطليها توا بالكريمة، وبعد ما طليتها بالكريمة توا باش نحط فوق منها كعبة الجينواز. نحيو البابي، وبعد ما سقيتها توا باش نحط الكريمة الصفراء. بعد ما طليتها بالكريمه الصفراء كيما عملت التبقات الاخرين، نحط كعبه الجينواز ونسقيها بالسيغو. وبعد ما سقيتها بالسيغو باش نحط لها الكريمه الخضراء. وبعد ما حطينا الكريمه الخضراء وحطينا كعبه الجينواز وسقيتها بالسيغو باش نحط الكريمه الزرقاء، اللون الازرق هاني كملت حطيته. توا باش نحط كعبه الجينواز، نحيلها البابي،
هاني كمان تسقيتها توا باش نحط اللون البنفسجي. هاني كمان تطليتها الكريمه البنفسجيه توا باش نكمل كعبه الجينواز الاخرى اللي مازالت. وبعد ما سقيتها توا باش نكمل نحط لها الكريمه البيضاء. وبعد ما طليتها بالكريمه البيضاء توا باش نحطها في الثلاجه تبرد. نجمو نحطوها حتى في الكونجيلاتور تبرد، وقت اللي تبرد بالكدا وتشد روحها نحيولها كل الكريمه الزايده. خبزة الجاتو بردت وهاني خرجتها من الكونجيلاتور ونحيت لها كل الكريمه الزايده اللي دايره في الجنير. وحضرت قناش بالشوكولا البيضة 250 غرام شوكولاتة بيضة، ذوبتهم وحطيت عليهم 200 مليلتر كريمة سائلة، والقناش نخليوه حتى يبرد. نمسوا الكسرونة نلقاوها دوبيش ماهي ملذة، ما يلزمش القناش يكون سخون، يكون بارد. وتوا باش نصبوا فوق خبزة الجاتو. الجاتو بعد ما نحطوا له القناش نغلفوه بالباتا سكر. هذه الباتا سكر هاني باش نحلها بالقلقال. نجيو نحلوها نحطوا شويه نشي، واذا كان لقيناها العجينه يبست لنا نجمو نسخنوها كي يبدا الطقس بارد راهي تيبس لنا. وكي نحلوها نحلوها رهيفه نرهفوها على الاخر. شوفوا هذه مازالت خشينه شويه، مازالتش نزيد نرهفها. خبزة الجاتو اللي حضرتها قوس قزح حضرت فيها برشا الوان زاهيه. انا حضرتها بمناسبه السنه الميلاديه 2021، ان شاء الله تكون مبروكه علينا وعليكم وعلى الامه الاسلاميه. وبالمناسبه نحييكم ونهنيكم ونقول لكم ان شاء الله عامكم مبروك، وكل عام وانتم حيين بالف خير وبسلامه شاهية طيبة. وتابعوني واشتركوا في قناتي باش يوصلكم جديد الفيديوهات وأحلى وأشهر أطباق التونسية.